اتفق. استاذ حجاج يعني الفنان الملتزم ملتزم مهما حصل له. وانا عارفه ان انت حصل لك يعني يعني توفت شقيقتك يمكن قبل دقائق من العرض، عملت ايه؟ مفيش، الناس جايه يعني، الكرسي ده جه قعد عليه حد جاي من مشوار، فما ينفعش ارجعه لان ما ينفعش يعني. بس انت بتشتغل كوميدي يعني ممكن اي حد فينا يحصل له ده، في النهايه احنا بنعمل شغل جد. زمايلي دخلوا لي وهدوني بكلام، وهدوني بان، وطمعني الاستاذ تامر، طمعني في دعاء الناس لاختي الليله ديت ان هم يدعوا لها ويقروا لها الفاتحه، فانا طمعت في الكم اللي كان موجود ان هو يقرا لها الفاتحه ويترحم لها، فده اللي خلاني اكمل العرض، فده اللي كان. بس انا ما كنتش حاسس بنفسي اليوم ده، لان انا طلبت من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يقويني ويصبرني، فانا كنت شايفهم خيالات في الحقيقه، انما كنت مركز ان انا الضحك يتقال صح، الكلمه تتقال صح، تسليم الكيوهات المفاتيح لزمايلي تتقال صح، فالحمد لله تمت على خير. بس اخر العرض بس انا لقيت حجاج بقى يعني، فده اللي كان تعبني. بس اول ما اتقفلت الستاره بكيت جدا، بس فده اللي يعني ربنا ما يكتبها على حد، و يعني ما كنتش عايز. انا عارفه بس الحقيقه ده نموذج لفنان ملتزم محترم. الناس بتفتكر ان الفنانين مهما كانت ظروفهم عادي او يعني حياتهم سهله، لكن الحقيقه ان الناس حياتها صعبه، هم يعملون زي اي حد تاني ويمكن اكتر من اي حد تاني. ففكره العمل واحترام العمل دي انا بحيي حضرتك طبعا عليها، وبحييكم كلكم. هاني في اليوم ده عملت ايه؟ انا يعني لقيت حجاج منهار طبعا، احنا جالنا الخبر قبلها بخمس دقايق عشر دقايق، فلقيت شخص منهار. ادركت ان احنا صعب جدا نعرض، المسرح مليان على الاخر والناس جايه حاجات، وكنا في موقف مش عارفين وقاعدين بنتناقش، وجالنا الاستاذ تامر بيحاول يحل يشوف هنعمل ايه بحيث ان حجاج يروح بقى لاسرته وكده. وحجاج يعني منظره ما ينفعش ده يمثل، يمثل ازاي؟ هيطلع ازاي دلوقتي قدام الناس بالشكل ده؟ يعني احنا كلنا كنا مشفقين عليه جدا وتأثرنا جدا كلنا بحالته، وطبعا يعني الله يكون في عونه يعني، بس مش عارفين نقول له ايه يعني، برضه دي اخته يعني ما بين المشاعر والمسؤوليه بالظبط. فلكن فجأنا قال يا جماعه المسرح ده حاجة مقدسة وما ينفعش، والجمهور اللي جاي ده ملوش ذنب، لازم يا عم انت هتقدر؟ ده بيقول ده وهو منهار يعني، انت مش هتقدر؟ لا انا لازم اكمل وبعد كده هروح. فالحقيقة احنا كلنا كنا يعني في الاول مندهشين، لكن اتفاجئنا بفنان فعلا واقف على خشة المسرح بيأدي بشكل غير طبيعي وعامل اللي عليه بزياده، وبقيت انا قاعد انا كل شويه اقول الله يكون في عونه الله يكون في عونه، لغايه لما اتقفت الستاره لقيناه ده انهار بقى يعني، انهار ويطلع بره ما بين الدخله والتانيه بكاء شديد وكلنا واقفين جنبه. فسبحان الله يعني هو ادانا دروس الحقيقه الاستاذ حجاج.